السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان أنا جيت من أزرو كنشجع فرقة واحدة حسنية تقادير. أنا غير ممتني لأي إلتراق، أنا محب عادي. كنتمنى في هاد المباريات اللي بقاو بغينا لي فيكتوار، بغينا العلق، بغينا البطولة. راه انا ما غاديش، راه انا كنشجع الحسنية شحال هادي، ما غاديش ننسى الايامات ديال جوج الألقاب 2002 2003، راه هما ما يتنساوش ليا. اول حاجة غير كنشكر المدرب اللي كان السبب ملي كنا فزنا بجوج الألقاب. فاخر كنشكرو بزاف، وكنشكر المسيرين اللي كانوا ديك الساعة كانوا معانا وتقاتلوا مع الفرقة حتى وصلت دوك الألقاب. بغي هاد العام حنايا هاد العام راه جوج الواجهات، كاينه بطوله، كاين كاس الكاف، ان شاء الله بغينا لا فيكتوار في جوج الواجهات. وكنتمنى من اللعابه ما يخيبوناش، وكنقدم التحيه لاعز صديق ديالي، هو كيلعب في حسنيه تقادير، وعندي قميص ديالو عطاه ليا في الماتش ديال اسفي في الرقم 5 جلال داودي. كنحييه من هذا المنبر، حيد عزيز عليا بزاف، وكنحيي اللعابه كاملين بدون استثناء. وكنتمناو الألقاب، زيد الألقاب ان شاء الله. وبغينا لا فيكتوار. حنا كجمهور ما غاديش نتخلاو على هذه الفرقه. باش تبقى الخبر في راسك، ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا، وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى ديما الخبر في راسك.